النادي الاهلي قبل توجهه للقاء اليوم، مباراه مهمه امام الرجاء. عايز توصف لي كل اخبار النادي الاهلي عندك من المعسكر. مساء الخير زميلي محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي هنا من فندق اقامه فريق النادي الاهلي. والاستعداد لمباراه الرجاء هي ضمن اللقاءات المؤجله في الدوري العام في وسط الاسبوع. بالتاكيد الجهاز الفني بيستعد لهذه المباراه استعداد جيد جدا. المحاضره يمكن اقدر اقول لك بعد قليل حوالي ربع ساعه من الان تبدا المحاضره الخاصه بفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى استاد السلام، ملعب المباراه النهارده، والمباراه المقرر اقامتها ان شاء الله في الساعه 7 مساء. اطمنك على حاله الفريق، الحاله جيده جدا، الجهاز الفني بيستعد لهذه المباراه استعداد جيد جدا. اي نعم او صحيح، الفريق كان يتمنى او كان يمني النفس ان بعد مباراه الاخيره امام الاتحاد السكندري كان يريد اتساع من الوقت من اليوم او من مباراه الاتحاد حتى مباراه النجم الساحلي للمزيد من التركيز، لكن هي مباراه جاءت في وسط الاسبوع ضمن اللقاءات المؤجله، وبالطبع اللقاءات المؤجله للاهلي ستكون عديده خلال الفتره القادمه، فبالتالي لا بديل عن مواجهه الرجاء اليوم في هذه المباراه الهامه جدا وفرصه لحصد 3 نقاط والتواجد بشكل مبكر في مقدمه الجدول مع التركيز في المباريات الأفريقية. الجهاز الفني قال للاعبين نصا خلال المحاضرات خلال الأيام السابقة أن هذه المباراة ليست نزهة، مباراة الرجاء مباراة صعبة جدا لا مقياس على أداء فريق الرجاء خلال الأسابيع الأربع الماضية. فريق الرجاء رغم أنه خسر كل النقاط ولم يحرز أي أهداف، لكنها مباراة صعبة، مباراة تحدي، مباراة للشهرة بالنسبة لفريق الرجاء، وبالتالي ليست مباراة نزهة لفريق النادي الأهلي وستكون مباراة صعبة جدا وفرصة أيضا للجهاز الفني أنه سيجرب عدد من اللاعبين في هذه المباراة. نقطة أخرى زميلي محمد فاروق، يعني الغيابات العديدة في صفوف فريق النادي الأهلي، نعلم أن هذه المباراة لن تشهد وجود عبد الله السعيد ووليد سليمان وأيضا شريف إكرامي، لكن اطمئنان كبير جدا من الجهاز الفني عن أن هؤلاء اللاعبين الثلاث سيكونوا إن شاء الله متواجدين في المعسكر المغلق قبل مواجهة النجم الساحلي، وأن الفريق إن شاء الله سيكون بكامل الصفوف في مباراة النجم الساحلي، ولن يغيب عن الفريق سوى أحمد فتحي نتيجة الإيقاف والإنذار الثاني الذي حصل عليه في لقاء الذهاب. فبالتالي الجهاز الفني بيشتغل على محورين، محور مباراة الرجاء النهاردة وحصد 3 نقاط ومحاضراته مع اللاعبين لضرورة الاهتمام بهذه المباراة وحسم النقاط الثلاث مبكرا، وأيضا المرحلة القادمة والتي سيبدأ الاستعداد لها من الغد بإذن الله بالنسبة لمباراة النجم الساحلي. اليوم الكابتن طارق سليمان يمكن كان صباحا في ملعب مختار التتش بيأدي تدريبات مع شريف إكرامي. شريف إكرامي لغاية الأمس كان الجهاز الفني ضمه للمعسكر، لكن شريف كان عايز يلعب، فالجهاز الفني فضل إن هو يريح من مباراه النهارده لان عندنا مباراه مهمه ايضا كمان يوم الاحد القادم. لكن الكابتن طارق سليمان النهارده في التدريب في ملعب التتش اطمأن تماما على حاله شريف اكرامي. البعض ممكن يكون متخوف ان شريف اكرامي تم استبعاده من الامس فبالتالي مش هيكون موجود في مباراه النهارده، وبالتالي يعني مش هيكون موجود في مباراه النجم الساحلي. بؤكد لك هذا الامر غير صحيح على الاطلاق، لان الكابتن طارق سليمان النهارده اشتغل مع شريف اكرامي بعض التدريبات الفنيه مع التدريبات البدنيه، وشريف اكرامي ان شاء الله هيكون جاهز، لكن الجهاز الفني فضل النهارده ما يكونش موجود ويدي فرصه ايضا كمان. محمد عايز اسالك على عايز اسالك على اخر اخبار وليد ازارو. وليد سليمان عايز اطمنك النهارده الجهاز الفني اطمأن عليه بشكل كبير، النهارده اتمرن تدريبات بدنيه وتكتيكيه في عايز اسالك على اخر اخبار الكابتن حسام البدري مع وليد ازارو. كان سمعنا ان في جلسه في المعسكر النهارده، متواجد مع الفريق ومتواجد في المعسكر منذ الامس، لكن خلال التدريبات الاخيره اشتغل على وليد ازارو، بشكل فني واشتغل معاه بشكل تكتيكي وبشكل خاص، وكان في تدريب عايز اقول لك تخصصي باللغه الفنيه زي ما بيقولوها في التدريبات، في تدريب تخصصي قام كابتن حسام البدري فيه مع الجهاز المعاون مع وليد ازارو خلال تدريب الامس وخلال تدريب اول امس من خلال المرمى اللي بيبقى متواجد فيه ملعب التتش، و وجود 2 مرميين صغيرين بيتحطوا على جانبي الحراسه او جانبي القائمين بالنسبه لحراسه المرمى، التدريب التخصصي لزياده التركيز وزياده الفعاليه الهجوميه بالنسبه لوليد. والجهاز الفني اشتغل معاه كمان مع وليد ازارو كشغل نفسي، ضروره الاهتمام بالاحراز الاهداف، عدم يعني ضيق المساحات بينك وبين حارس المرمى عندما تنفرد به المرمى، اعطاء المساحه الكافيه، التركيز بشكل كبير، عدم وجود الرهبه، يعني كل الضغوط النفسيه الموجوده مع المهاجم
بالتاكيد الجهاز الفني اشتغل مع وليد ازارو في هذه المساله سواء الناحيه النفسيه او الناحيه التخصصيه. زي ما قلت لك يا محمد في تدريب امبارح كان في تدريب تخصصي فني مع وليد على كيفيه احراز الاهداف وكيفيه التسديد على المرمى، كل هذه الامور وليد بالتاكيد من اللاعبين الدوليين في المنتخب المغربي، لكن اكيد الشغل التخصصي والشغل الفني الجهاز الفني بيزيد فيه من مره لاخر مع عدد من اللاعبين لتجنب السلبيات اللي حصلت في المباريات السابقه وزياده الفاعليه الايجابيه ان شاء الله خلال المباريات القادمه. اليك الكلام محمد. محمد سعيد مراسلنا من ملعب او مقر اقامه النادي.